مرحبا، اليوم رح نحكي عن أسهل طريقة للهجرة إلى كندا. يا ريت تضلوا معنا لآخر الفيديو لحتى تعرفوا كيف تقدموا، وإذا كان واجهتكم أي مصاعب تعرفوا كيف إنكم تتخطوها. أول شيء، هذه الطريقة كتير سهلة وتقريبا معظم الناس تقدر تقدم عليها وين ما كانت مقيمة وبأي بلد وشو ما كانت جنسيتها. هذا البرنامج بيساعدك تقدم إلك ولأفراد أسرتك، وطبعاً إذا كان عندك أسرة رح يصير عندك الفرصة مضاعفة، لأنه حنقدر نقدم طلب لإلك وطلب لأسرتك. على سبيل المثال، زوجتك فينا نقدم لها طلب لحالها، وكمان أنت طلب لحالك. يعني بهذا البرنامج ممكن أنه يصير عندك فرصتين ليتم اختيارك. طيب خلينا نحكي عن فوائد هذا الموضوع. أول شيء، فوائد هذا الموضوع أنه بتقدر تاخد فوراً إقامة دائمة لما تصل على كندا، وهيك بتكون اختصرت وقت طويل، فورا بصير عندك حقوق مثل المواطن الكندي. طبعا الفرق بين المقيم الدائم والمواطن الكندي شيء واحد، هو حق التصويت. يعني انت عندك كامل الحقوق، كل شيء متساوي، لكن ما فيك تصوت بالانتخابات اذا كنت مقيم دائم. اما اذا كنت جنسيتك كندية لك حق بالتصويت، هذا هو الفرق الوحيد. اما باقي الشروط او الحقوق فهي متساوية بكل شيء. اما بالنسبة للشروط، فبكل بساطة شروط ما في، لكن على حسب كل شخص ووضعه. على سبيل المثال، شخص لغته الإنجليزية متوسطة، لكن هو نجار، لكن هو عامل صحية، لكن هو محاسب أو طبيب، إنجليزيته متوسطة أو ضعيفة أو قوية، بيقدر يقدم. يعني كل شخص له وضعه. ممكن يختاروا الشخص اللي لغته الإنجليزية ضعيفة لكن عنده خبرة بعمله وهو مطلوب بسوق العمل، لهيك بيختاروه. فهذا البرنامج ما لح يعتمد على معايير معينة، انه لازم تكون مثلا IELTS 7، يعني 7 مثل الطبيب، او 7.5 على حسب النوك او الرمز المهني. يعني كل شخص له رمز مهني، تمام، او كل مهنة لها رمز. لهيك كل مهنة لها مستوى معين من اللغة الانجليزية، ما فينا نمشي على مستوى محدد للجميع. لهيك فيك تقدم حتى لو كان مستواك اللغة ضعيف، واذا تم اختيارك فيك انك تجي على كندا كمقيم دائم. وطبعا هذا البرنامج مفتوح للغتين، اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية. يعني اذا كان مستواك ضعيف او متوسط او قوي باللغتين فيك تقدم على هذا البرنامج. خلينا نحكي بتفاصيل اكثر. اول شيء، احنا بحاجة اسم الشخص، يعني اسمك بالكامل، عمرك، جنسيتك، مكان اقامتك وتاريخ ولادتك والمكان اللي ولدت فيه. طبعا كل الناس عندهم هذه المعلومات. ننتقل للخطوة الثانية، معلومات عن أسرتك إذا كان عندك أسرة، كمان نفس الشيء، أسمائهم بالكامل، تواريخ ميلادهم، المكان اللي ولدوا فيه وجنسيتهم وحتى مكان الإقامة. هيك بنكون خلصنا أول شرطين بتعبئة الطلب. الشرط الثالث، تحكي إنك شو المهنة تبعك الحالية. يعني مثلا مهنتك طباخ، مثلا نجار مثل ما حكينا، أو ممرض. بس تذكر تاريخ تعيينك وتاريخ انتهاء العمل، او اذا ما زلت على رأس عملك، ففقط تحكي المهنة تبعك. بعدين ننتقل للشرط اللي بعده، اللي هو شهادتك. اذا كان عندك شهادة او ما كان عندك شهادة لازم تذكر هذا الشيء. اذا كان عندك ابتدائي، ثانوي او اعدادي تذكر هذا الشيء، او اذا كنت متخرج وعندك شهادات عليا فيك تذكر هذا الشيء. ولكن اذا ما وجدت شهادتك بتلاقي شيء قريب من شهادتك. يعني مثلا انا بدرس مثلا إدارة مطارات مثلا، فإذا ما بلاقي إدارة مطارات بحط فقط إدارة اللي هي قريبة جدا من المهنة تبعي، لأنه القائمة أونلاين مش دائما accurate، يعني مش دائما دقيقة. وهن كاتبين إنه إذا ما لقيت المهنة تبعك أو ما لقيت المهنة أو الدراسة تبعك، الكارير أو الفيلد أو الميجر اللي هو الدراسة تبعك، بعدين طالبين منك قدي مستواك باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. طبعا فيك تقدروا تقدير وتحطوا مثلا 2 من 12، 3 من 12، وبعدين من خبرك كيف انك تثبت هذا الشيء. بعد ما ذكرنا معلومات الشخصية عنا وعن اسرتنا، وحكينا شو هي المهنة اللي احنا بنشتغل فيها وشو الشهادات اللي واصلين لها، وذكرنا المستوى التقريبي للغة الانجليزية او الفرنسية، بعدين من نضغط موافق فقط. هذا كل شيء. لح تقدم وراء، ولح تقدم جواز سفر، ولح تقدم شهادات، ولح تقدم خبرة العمل، ولا حتقدم صور شخصية ولا أي شيء. فقط يكون عندك إيميل، يعني البريد الإلكتروني. وحتى الأشخاص اللي ما عندهم بريد إلكتروني منساعدهم أنه نساوي لهم بريد إلكتروني لحتى يقدروا يقدموا. بعد ما حكينا بشكل عام شو هي الخطوات وشو هي الشروط وسهولة التقديم لهذا البرنامج، رح نحكي على موضوع الخطوات الثانية. على سبيل المثال، تم اختيارك وارسلوا لك
ايميل انه نحن حابين مستندات اللي حكيت عنها. يعني مثلا انت قلت انه عندك جواز سفر بس بدهم صورة جواز السفر، اذا انت قلت انه عندك شهادة مثلا ابتدائية نحن نريد شهادة الابتدائية، طبعا بتكون مترجمة للغة الفرنسية او الانجليزية او المعادلة لها. حتى لو كان عندك مثلا شهادة بالماركتينج بالتسويق او باي نوع من الدراسات لازم تكون مترجمة لما يطلبوها منك. طبعا بيعطوك وقت، وانا بفضل الناس يكون عندهم اياها مسبقا، اما لما يتواصلوا معك وما موجودة فيك انه تقيمها او انك تترجمها بوقت قصير لحتى توفرها للهجرة. وبعدين لما نصل لموضوع اللغة، انت مثلا ذاكر 2 من 12 او 1 او 4 او 5 اي المستوى اللي انت تعتقد انه انت فيه حاليا، فيك تعمل تقييم لمستواك باي مركز او معهد معتمد، وهيك فيك ترفقها مع باقي الطلبات وترفقها للهجرة. هيك اصبحنا بالمرحلة الثانية. وبعدين المرحلة الثالثة حيكون في عندك مقابلة، بيقابلوك وبعدين بيسفروك، ممكن ببعض الحالات يعطوك إقامة عمل مؤقتة لستة أشهر بعدين يحولوها لإقامة دائمة فورا بعد وجودك هون بكندا لستة أشهر. فالموضوع بشكل عام سهل وسلس وسريع. طب خلينا نحكي عن المدة وعن الرسوم. أول شيء الطلب ما عليه رسوم، يعني الطلب كاملا مجانا. تاني شيء بالنسبة للمدة، بعد ما أنت تقدم بيعطوك 12 شهر، خلال هال 12 شهر يا بيتم اختيارك يا ما بيتم اختيارك، فأنت ما خسران شيء، حتى رسوم أنت ما دافع. فلما بيتم اختيارك بيجيك رسائل على إيميلك وبيخبروك وضع الابليكيشن تبعك، فبيكون الموضوع جدا سلس وواضح وبسيط. الشيء الحلو إذا ما اختاروك بأول مرة، يعني أول 12 شهر، بعد ما ينقضى 12 شهر فيك تقدم مرة تانية. وطبعا مثل ما حكينا أنا بنصح الشخص المتزوج يقدم هو مرة باسم العائلة ومرة تانية باسم زوجته، وهيك بصير عندهم فرصتين للقبول. مثل ما تعودتوا علينا بالقناة منحب دائما نلاقي حلول لمشاكل الناس اللي عم تتابعنا، وخصوصي الناس اللي مشتركة معنا بالعضويات، منحب دائما نلاقي الحلول وأبسط الطرق لهم. لهيك خلينا نحكي عن موضوع المشاكل اللي ممكن كمان تواجه الناس اللي وضعهم بيكون حتى أصعب من باقي الناس. خلينا نحكي عن الشخص يلي مثلا عنده إقامة مؤقتة أو إقامة لجوء. أنا بوجهة نظري وخبرتي الشخصية، وهذا الكلام من خبرتي الشخصية طالع ومن وجهة نظري الخاصة فقط، إنه بيقدر يقدم، وممكن إذا اختاروه ممكن إنه يكون عنده فرصة العيشة ببلد تاني، فهو أساسا ما خسران شيء، بيقدم وإذا اختاروه ممكن يتفهموا وضعه إذا كان على إقامة مؤقتة أو إقامة لجوء. بشكل عام صعب الشخص اللي على إقامة لجوء أو إقامة مؤقتة يهاجر لأي بلد ببرامج أخرى، لكن بهذه الطريقة وبنقص العمالة ممكن يتم اختياره، لأنه دائما بيكون في نسبة معينة بيتركوها 10% للناس اللي ما عم يقدروا يلاقوهم، فبيقدروا fill the gaps أو fill the shortages، يعني بيعبوا الثغرات أو النقص بالعمالة بهدول الناس اللي هن مؤهلين ولكن بيكون وضعهم مثلا عندهم إقامات مؤقتة، مثلا لغتهم شوي ضعيفة، مثلا شهادتهم عندهم شهادة ولكن ما قدروا يجيبوا هالشهادة. ففي ظروف معينة ممكن يقبلوها حسب وضع كل شخص. لهيك لحنا لما بنحكي بالهجرة واحد بيقول لي استشارة، أنا ما فيني أعطيك استشارة أطبقها على 100 شخص. حتى لو كان عندي مثلا 10 أشخاص من سوريا ما فيني أعطيهم نفس الطريقة، حتى لو كانوا بنفس العمر، حتى لو كانوا بنفس التخرج. في شخص مارر بتجارب معينة بالحياة لازم أذكرها بطلبه، وشخص مارر بتجارب أخرى. في شخص مرفوض لازم عالج له رفضه وأحكي برسالة بطريقة مختلفة غير الشخص اللي ما مر اللي أبدا ما رفض ومسافر مثلا دولة أو دولتين مش مئات الدول. لهيك لما بنحكي لحنا عن رسالة الشرح، بنحكي عن خطة العمل، على الزيارة الاستكشافية، بنحكي عن خطة الريساتلمنت أو إعادة التوطين أو الساتلمنت اللي هي التوطين بعد القدوم، طبعا مش عن طريق اللجوء. تصوروا في أشخاص بتقدم على الدراسة على كندا لكن ما بيقدموا معها ستادي بلان، كارير بلان، اكسبلانيشن لتر. كل شخص له وضعه، وفي نقاط كتير مهمة بالهجرة لازم تنذكر لحتى نلفت نظر ضابط الهجرة انه احنا عارفانين شو عم نعمل وعارفانين ليش جايين على كندا. بس لما ضابط الهجرة بيشوف انه التقديم فقط عن حجز الاوتيل وتأمين صحي ورسالة بحكي فيها عن اسمي ورقم جواز السفر وليش رايح، طبعا حيكون نسبة الرفض اكتر من 70% بوجهة نظري وخبرتي. اللي عنده جواز سفر لكن على اقامة لجوء او اقامة مثلا مؤقتة بنقول له حاول فيك تقدم. اما بالنسبة للشهادة فيك تذكر اذا كان عندك بكالوريا او ثانوية او اعدادية بالطلب، ممكن يختاروك اذا عندك خبرة بالعمل تبعك. هيك فانا بنصح الجميع يقدموا. ننتقل لموضوع اللغة. موضوع اللغة احنا عاملين كورسات بتقدر يعني تساعدك بتقوية اللغة تبعك بشكل أسرع. نعطيك مجلد مثلا في جمل باللغة الإنجليزية وباللهجة الكندية لحتى لما تقدم على فحص يكون عندك
خبرة أو familiar أو عندك معرفة بهذه الأشياء مسبقا، وهيك بيسهل عليك بالحل بالامتحان، خصوصي لما بدك تقدم على الامتحانات المتعلقة باللغة الإنجليزية بكندا، مثل برنامج مثلا السيلبيب اللي موجود هلا حاليا بدبي. وهيك منساعدك وبنعمل لك حتى فحص، نقدر نقيم مستواك بشكل مبدئي، وهيك لما انت بصير اختيارك بيكون انت عملت فحص او عملت امتحان تقييمي وحصلت حتى مستوى اعلى بشوي من اللي انت فيه. اما بالنسبة لموضوع الايميل او البريد الالكتروني، طبعا في ناس حتى كتير لهلأ ما بتعرف، وهذا الشيء مش عيب، بيكون هن اساسا شغلهم خارجي وما لهم مهتمين باي شيء موجود اونلاين، حتى بنساعد هذه الناس بعمل الايميل، لهيك فينا نساعدهم موضوع اللغة بعمل الايميل وحتى بتعبئة الطلب. بالنسبة لتعبئة الطلب، طبعا احنا بنساعد الناس بتعبئة الطلب للشخص وافراد اسرته، كمان بنعمل طلب للزوجة وافراد اسرته مرة تانية، وهيك بنزيد الفرص وبنحاول انه نحط بالناس اللي حابين يشتغلوا عن طريقنا رسائل تشرح انه هن عن جد مؤهلين للعمل بهذه المقاطعة. اما بالنسبة للمقاطعة اللي عم نحكي عنها، هي مقاطعة كيبيك بكندا، المقاطعة الفرنسية، طبعا احنا حكينا عنها بالسابق، لكن الناس بعثت لنا كتير على الايميلات والواتساب طلبت منا شرح ابسط من الشرح الماضي، مع انه الشرح الماضي كان جدا سهل وبسيط، ولكن بنحاول دائما نلبي طلبات جميع الناس، حتى الناس اللي حابة انه نحكي عن دول تانية بنحكي عنها حسب طلباتكم. لهيك اذا كان عندكم اي مثلا فكرة عن اي دولة او اي جزيرة او اقليم حابين نحكي عنها، يا ريت تتركوها بالتعليق، عن اي شيء حابين نوضحه عم تشوفوه مثلا، كمان لحنا مستعدين انه نساعدكم. مثل ما حكينا، كلامنا ابدا ما تغير عن السابق، حيكون استشارات مجانية. اما بالنسبة للاشخاص اللي اخذين عضويات، طبعا اللي اخذ عضوية مش معناتها انه هو شخص مختلف، لكن هذا الشخص بيكون اكتر شوي جدية او حاسم امره بموضوع الهجرة، لهيك بيتم الرد عليه اول باول عن طريق جروب الواتساب اللي بتكون خاصة فيهم، وعن طريق الايميلات، وحتى عن طريق المكالمات الصوتية. اذا حابب يتصل فينا بيقدر يحدد موعد قبل مثلا بثلاث ساعات، وفورا نتواصل معه ونشوف اذا عنده اي مشاكل بنحاول نساعده فيها. حتى اذا اشترك معنا بنقدر انه نعطيه خصومات اذا حاول انه يقدم عن طريقنا، او حتى اذا حب يقدم بنفسه حتى لو كان انه مشترك معنا. طبعا احنا حكينا كتير عن موضوع الباقات، ولكن حابب اذكر لانه الموضوع شوي بيشوش، في عدة باقات، مثلا الباقة الاولى تقريبا بدولارين 3 دولارات، الثانية ترتفع شوي هيك لاخر باقة اللي هي الدايموند او الالماسية، اللي طبعا فيها خدمة طبعا مش مضمونة، خدمة انه منساعدك بايجاد عقد عمل. احنا بحسب خبرتنا الطويلة قدرنا نتوصل للشركات المعترفة من الحكومة الكندية وعملت تصاريح سابقة، فهيك الشخص اللي بيدخل باخر باقة بنحاول انه نواصله مع هدول الشركات، نحكي مع الشركات نتواصل معه انه يقدم السي في تبعه او السيرة الذاتية الكندية، لكن هذا الشيء ما بيضمن انه نجيب لك عقد عمل، هذا مش معناته انه حنعطيك عقد عمل، هذا معناه حنوصلك مع ناس ثقة انه ممكن تحصل عمل بكندا. بالنهاية بحب اشكركم وبحب اشكر دعمكم والكلام اللي بتتركوه جدا هذا رائع، عم نحاول ندعم الجميع وابدا ما تغير كلامنا. اي ايميلات من الناس المشتركة والغير مشتركة يتم الرد عليها على الواتساب، يتم الرد على الجميع حتى بدون اي اتعاب. مثل ما بتعرفوا هون بكندا اي استشارة تقريبا في الها 100 او 150 دولار عن طريق التليفون او حتى عن طريق الواتساب اذا كان في اي مكالمة. بتمنى يكون عجبكم اليوم محتوى اليوم مصورنا برا لحتى نغير شوي، واذا كان عندكم اي اسئلة فيكم ترسلون على الايميلات او اي تعليقات تركون مكان التعليقات. طبعا بحب نوه للمرة الثانية او الثالثة، لكن لحنا بيوم السبت والاحد وحتى بيوم الجمعة نتأخر بشوي بالرد لانه عطلة نهاية الاسبوع، فما بيكون في حدا من التيم اساسا شغال، وفي ناس حابة تتواصل معي شخصيا ما بتتواصل ابدا مع حدا من التيم، لهيك عم يكون في ضغط وفقط بدون الناس انه انا يحكوا معي. لكن انا بحب اكد لكم انه كل التيم عنده خبرة، مش انا الوحيد اللي عندي خبرة، لهيك اذا كان في رد احيانا من اعضاء تانية بالفريق فياريت تتقبلوا الرد منهم. شكرا كتير وطاب يومكم.